طب في حاجه مثلا بتميز كابتن محمد الشناوي عن كابتن علي لطفي؟ ايه اللي بيميز كل شخص او بتستفيد من كل شخص ازاي؟ كل شخص فيه طبعا بتستفيد في التمرين حاجات فنيه وحاجات في الشخصيه، يعني ممكن تلاقي حاجه موجوده في كابتن الشناوي مش موجوده في كابتن علي، مش موجوده في حمزه، يعني انت مش عيب ان انت تتعلم حتى من الصغير، زي ما ممكن مثلا هو يكون في حاجه عاجباه في مصطفى فبيبص عليها وبيتعلم منها، او مش بيتعلم ما اقصدش يعني، بس قصدي بياخد منها، شايفه حاجه كويسه بيستفيد منها. فطبعا في اختلافات، والاختلافات دي برده بتصب في مصلحتنا احنا، لان احنا بنشوف حاجات جديده وبتعامل مع نجوم كبار زي دول، فطبعا في مصلحتنا. في علاقة قوية طبعا ما بين يانكن ميشيل، انا عايز اعرف ايه سر العلاقة دي ما بين حراس المرمى؟ هو الراجل بشوش جدا، وزي ما الناس تشوف دايما بيضحك، فهو مش قدام الكاميرا كده بس، هو على طول، يمكن على طول موجود في النادي بيلاقي على طول مبتسم، وعلى طول الراجل يعني هو مبسوط ان هو هنا، مبسوط جدا ان هو هنا. ويمكن بعد ما مستر فايلر مشي كان عايز، يعني كان حابب القعده هنا، ولما النادي كلمه اتبسط بزياده كمان، فهو مبسوط. هو من اول ما جه الراجل قعد معانا واتفق معانا وقال لنا انتوا زي اولادي، يعني احنا كلكم زي اولادي وكلنا مع بعض هنمشي في طريق وان شاء الله نوصل لنجاحات، والحمد لله وصلنا ولسه مكملين كمان. طيب ايه اللي موجود في يانكن ميشيل وعايز ان هو يكون موجود فيك؟ ابتسامته دي، الراجل اللي بقول لك هو مبتسم. انا بحب الناس عامه البشوشه دي، انت غصب عنك تلاقي نفسك بتحبيها تلقائي حتى لو ما تعرفوش، حتى لو تاخدي بالك تلاقي الجمهور بيحب الراجل ده، ليه؟ لان هو بيقول لك على طول مبتسم، على طول بشوش. فدي طبعا حاجه الواحد بيتعلمها منه، ان دايما تبقى سعيد وايا كانت الظروف ايه تحاول تخرج نفسك منها.